الوالد المقتول بالفقدان، الجدة التي لا تعرف من تنادي أو تودع، الجد الذي كسر قلبه، وأصدقاء زهراء الذين وقفوا أمام عماد حويلي ليقولوا له نحن أولادك. عماد الذي لف أسرته بعلم لبنان، البلد الذي خطله وهجره وأصاب صبره وقلبه. لا وصف للألم ولا كلمات تنقل فاجعة رؤية 5 جثامين في منزل واحد. أب تقطع قلبه عندما صعد إلى سيارات الإسعاف الواحدة تلو الأخرى ليودع كل أسرته، فاطمة وزهراء وآية وتيا وليا. عماد الذي عاد فجرا من ليبيريا إلى بلدة الشرقية في الجنوب اللبناني ليفتح أبواب منزله لأجساد أسرة كانت هي تستعد لاستقباله. يعني شو بدي أقول؟ إن شاء الله ما توصلت عائلة تانية، إن شاء الله حدا يتأذى مثل ما أنا تأذيت، إن شاء الله ما بحس حدا بهالحرقة اللي أنا عم بحسها بقلبي. كنت مع عائلتي مثل الجيل. إمتى حكيتهم آخر مرة؟ قبل بنص ساعة. هذي كانوا بالمسبح عم يتحممون وبترجع بتحكيني، ما بشوف على الفيسبوك. أنا عم بفتح الفيسبوك بلاقي إني عيل لعائلتي وأنا ما معي خبر. ماتت عائلتي وأنا ما معي. أخي الكل بكفي معي شوي. شفتهم جيت قعدت عندهم جمعة مشيت 3 أشهر بحكي على التليفون دايما بسلم عليهم. قبل بيوم ما يموتوا كنت عم بحكي معاهم عم بيسلموا علي بيقولوا لي يا ستي يلا تعب انت بدها تعمل عملية. قلت لهم يا ستي لا تخلص عمتكم العملية بش بعد عنكم 15 يوم على ابني مسافر الله لا يدوي على حد. يعني إذا بقلك روحي عم تطلع من جسمي ليلي مزبوط. 4 ولايا وأمهم، أمهم مؤمنة وطار، ولاد ابني مؤمنين بيخافوا الله، وأصغر شو ذنبهم اللي بيعرق القلب. كتير قصرتوا معنا، قصرتوا مع اللبنانية أجمعين. ما عم نقول طيوقات نحن، ما عم نقول حدا. اليوم فتوا قبل بالخبز، فتونا بالبنزين، أنا مريض سكر وقلب وضغط ما عندي أدوية، عم جيب بديل عنهم. يعني رح أموت بالبنزين، رح أموت بالأدوية، رح أموت بالخبز، رح أموت باللحمة، رح أموت. طب ليه مفوتين هالشعب كله هيك؟ مش حرام؟ ما تعودنا على الزل بالأحداث. أنا بذكرها ما كان في هيك، ما كان في هيك. وإلى المنزل كان يفترض أن تمر الجثامين ولوداع الأسرة والأصدقاء، هن لن يخرجن من سيارات الإسعاف. فقوة الحادث كانت قاسية جدا على أجسادهن الطرية، إلا أن حال الحزن الكبيرة حالت من دون تحمل هذا القدر من الألم. وفي ساحة بلدة الشرقية تجمع الأهالي لتشييع الجثامين ووداعهم. لف الجميع بالعلم اللبناني قبل أن يتجه موكب التشييع نحو مدافن البلدة، وهناك صلى عماد على بناته، حضن زوجته وحملها إلى مثواها الأخير. مجدداً إنه الوطن الذي لا يقيم وزناً لأحزاننا. ففي آخر مقال له كتب نصر الصايغ: غير النشيد الوطني اللبناني، تراتيل دفن الموتى أكثر صدقاً. ريف عقيل، قناة الجديد.